انت قلت السؤال؟ ربنا يديك الصحة. ابويا وامي ربنا يديم لهم الصحة. امي والدي ووالدتي كل واحد كويس مخلص بيدي للبلد دي حاجة. والدي ووالدتي والدي ووالدتي طبعا. قول لي والدي قول لي والدتي ربنا يديكوا الصحة ويخليكوا لينا ان شاء الله. لا مش لحد معين يعني؟ مش الاسلال ده ستي. الاهلي نفس الكلام والدي ووالدتي. ابويا وامي طبعا يعني اخواتي. ماشي الاسلال ده الوالد والوالد كل من تولى امر المسلمين ويسر عليهم الناس اللي متابعه الخير. ابويا وامي ربنا يخليهم لي. والدي والدتي امي وابويا. اي واحد بيشتغل بضمير ربنا يديله الصحه.